الباب الأول قال باب الإخلاص وإحضار النية، ونحاول نختصر ما استطعنا إن شاء الله، لأن الآيات والأحاديث فيها بركة. كتاب أنزلناه إليك شنو؟ مبارك، كلام الله فيه بركة، ما زي كلامنا نحن، ما دارنا كتير. طيب، باب الإخلاص وإحضار النية، وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. باب الإخلاص، الإخلاص باختصار أن يقصد وأن يريد العبد بعمله الصالح وجه الله سبحانه وتعالى. وقال لك الإخلاص شنو؟ الإخلاص ده خلص الشيء، جعله من غير شوائب، عسل، قال لك خلص العسل ده، نقيه، ما فيه شوائب، شمع حاجات وكذا. زول العمل بتاعه الصالح اللي هو متبع فيه للرسول عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني شنو؟ وصلي جاي يصلي الصلاة دي بيعمل لي الله بس سبحانه وتعالى، ما داير زول يشكره ولا داير دنيا ولا جاي المسجد عشان نعاله سرقت، جاي يشوفه جابوه ولا ما جابوه، ولا عنده موضوع مع واحد تاني ولا كذي، لا لا لا، ولا المسجد أبرز محل نتلاقى جنب المسجد ولا نتلاقى في الزول بيعمل العمل يبتغي به وجه الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. ده الإخلاص باختصار، ولا داير كلام كثير، بعد ذاك في تفصيلات في وقت إن شاء الله. وإحضار النية، أنت مع الإخلاص تستحضر شنو؟ النية، يعني أنت مخلص لله، جيت الصلاة مخلص لله، جيت صلاة المغرب تستحضر إن هذه صلاة المغرب، تحدد في نفسك إن هذه صلاة المغرب، وشغلة دي ما تعمل لزوج شنو وساوس، أنت مجرد ما تحركت من البيت ولا نزلت من المواصلات مع أذان المغرب معناه أنت قصدت المغرب، صلاة المغرب، ما بتحتاج تتكلم بها زي ما ذكر العلماء، النية محلها شنو؟ القلب، لا يتلفظ بها. بعد ذاك تستحضر شنو؟ تستشعر العمل الصالح، أي خطوة للمسجد الله بيرفعك بها درجة، ويحط عنك سيئة وحسنة ويديك حسنة إلى آخره. وشوف الزول لما يستحضر الأجر ده بيخلي نفسه ما تمل من العبادة. هسي زول قام يصلي بالليل، مجرد ما جاي يكبر داير يصلي لله سبحانه وتعالى بالليل، يقوم يتذكر الشيطان يجي يقول له زول بكرة شغل مسخن، والله في عتالة وبتدعب، أخر نوم ساي، أخر ليك نوم، شغل هذه بعدين بعدين شنو؟ يقوم يستحضر الأجر. حديث ثوبان رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: عليك بكثرة السجود، فإنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. زول أي سجدة يسجدها الله بيرفعك بها درجة، والدرجة في الجنة كما بين السماء وشنو؟ والأرض. تخيل الله يرفعك درجة ويحط عنك شنو؟ سيئة، سواء كان هذه الدرجة درجة الجنة أو درجة عنده سبحانه وتعالى، أنت في النهاية مستفيد. أي سجدة، في فريضة، في نافلة، سجدت لله ده ما بخليك تكتر من السجود، خليك تكتر عشان دار درجات درجات درجات. طيب، وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال. الأعمال كأعمال الجوارح، في أعمال القلوب برضو زي الخوف والتوكل إلى آخره، والرجاء وحسن الظن بالله، وفي أعمال الجوارح، وفي الأقوال زي التسبيح، تبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى، تلاوة القرآن إلى آخره. والأحوال، الحال ذاته اللي بتعيش فيه ده مرات تستحضر في النية. أنت مرات بتكون في حال بتاع ابتلاء، لو صبرت مش الله بيديك أجر؟ والذين صبروا ابتغاء في نية، خلاص ذو الصبر ابتغاء رضوان الله وابتغاء مرضات الله.
فإنت في حال النعمة تستحضر النية الصالحة تشكر الله سبحانه وتعالى، في حال الابتلاء تستحضر النية الصالحة تصبر ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، في حال المعصية تنكسر لله وتستغفر وتبتغي بذلك وجه الله فيغفر الله لك. قال البارزة والخفية، البارزة الظاهرة والخفية، ظاهرا وباطنا تخلص لله سبحانه وتعالى. طيب قال، قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الآية دي من سورة شنو؟ البينة. وقبلها آيات ذكر الله فيها المشركين وذكر فيها الكفار من أهل الكتاب. والله سبحانه وتعالى قال: وما أمروا، المشرك وأهل الكتاب والكافر والمسلم والجميع، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الله داير دين خالص نظيف تودي له، نية دين نظيفة تتبع النبي عليه الصلاة والسلام. حنفاء، الحنيف المائل عن الشيء المقبل إلى غيره. والزول الأحنف كرعيه بتلقاه شنو؟ مائلات في البداية، عاملات زي الدائرة، وفي النهاية بتلاقى تلقى الخطوات جنب بعض، لكن فوق الكرعين مغوسات. ولك الأحنف الزول المائل عن الشيء المقبل إلى غيره، مائل عن الشرك ومقبل على الله سبحانه وتعالى. ده الزول الحنيف، مقبل على الله سبحانه وتعالى ويميل عن الشرك، يترك الشرك بالله تعالى. ويقيم الصلاة، الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها من المستحبات. ويؤتوا الزكاة، الزكاة الواجبة لمن بلغ ماله حد النصاب وحال عليه الحول، أو لمن حصد زرعه من الزروع التي فيها الزكاة إلى آخره. ويؤتي كذلك الزكاة المستحبة للصدقة. وذلك دين القيمة، هذا الدين القويم الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى. قال وقال تعالى لي، يبقى الآية دي على قتب الباب شنو؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إلى آخره. دي على قتب الإخلاص، الآية علاقتها بالإخلاص أن الله تعالى ذكره وبين أنه هو الشيء الذي أمر الناس به عند العبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، ده الإخلاص، مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة إلى آخره. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، في سورة الحج. العقيقة تطبح للولد، تطبح العقيقة اللي بيسموها السماية، أو الأضحية، أو الهدي اللي بيكون في الحج، الزول الحاج مقترن أو حاج يعني أنواع الحج متمتع، الزول اللي بيطبح في الحج. الله قال لك: لن ينال الله لحومها، الذبيحة دي اللحم بتاعها ما بيصلي الله سبحانه وتعالى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، الدم بتكشح في الواطة، والمخالط للحم ده بسووه بينجضوه بياكلوه المساكين، ومرات الزول بياكل فيه، مرات في بعض الذبايح كالأضحية. فإنت بتطبح لي الله، شوف شوف الدين ده عظيم كيف، تطبح لي الله واللي بتطبحه ده تاكله والله يديك اجر فيه، تاكل بالشطه وخضره والله يديك اجر، شوف عليك الله شيله. قال لك: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، دي ما بتصل لي الله، ولكن يناله التقوى منكم. اللي بيصل لي الله شنو؟ الاخلاص. وقوله: ولكن يناله التقوى منكم، دي على قتب الباب واضحة، الباب عن الإخلاص، والتقوى هنا الإخلاص لله تعالى في هذه الذبيحة.
وغير ذلك من أنواع التقوى. واضحة الآية دي ما بتحتاج لها. عشان كذا أي ذبيحة دار تطبحها تطبح لله، فصلي لربك وانحر. جاك ضيف دار تكرمه أي تحتسب الأجر أول شيء عند الله. والرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. تكرم ضيفك الله بيديك أجر، تطبح لله سبحانه وتعالى. فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي أي عبادتي ومنها الذبح ومحياي ومماتي لله رب العالمين إلى آخر. طيب الآية اللي بعدها، وقال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، من سورة آل عمران. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. دي علاقة بالباب شنو؟ الباب عن الإخلاص، والإخلاص محله القلب. والله قال لك قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. كان أخفيته ما تكلمت به الله عالم به، وكان تكلمت به الله برضو عالم به. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والله قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وآيات كثيرة تلقى الكلام فيها واضح. فأنت تخفي الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وإذا تحولت النية إلى الرياء أو العجب فإن الله مطلع على ذلك. تخلص لله سبحانه. دي الآيات الأوردة المصنف، في آيات كثيرة غيرها في القرآن كقوله تعالى عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان. ده إخلاص لله تعالى. وكقوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إخلاص لله تعالى. وكقوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم شنو؟ لوجه الله. نكثير نقل عن بعض السلف قال قالوها بقلوبهم لا بألسنتهم. المسكين إن جيت أديته لك قلت له لوجه الله أزيته تديه وتمش بس قول له وكل تفضل الله يقويك انت زول تمام يعني وكل مو بعدين ما تحرج ولا تزله زي الكلام الطيب ما تقول له صدق لوجه الله الله يتقبلها كذب تازاو. وإنما قالوها بقلوبهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا داير جزاء. زول جاب الموية دي نحسبه والله حسيبه، ما داير بعد ينتهي الزول المتحدث ده يجيب له موية، والله ما داير كده نحسبه والله حسيبه. لكن شنو؟ وإنما فعل ذلك نحسبه يريد بذلك وجه الله أو يريد الإكرام. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء مقابلا ماديا ولا شكورا باللسان. ما داير كمان يشكروا شنو؟ باللسان. طيب قالوا عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر ابن الخطاب ابن نفيل. المصنف رحمه الله عنده عادة أنه إذا ذكر الحديث فإنه في الحديث الأول للصحابي يذكر الصحابي باسمه، وأحيانا يذكر نسبه، ثم بعد ذلك يقول عن فلان، يعني بروى أحاديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أحاديث جوا في الكتاب، جوا هناك في الكتاب بس بتلقى عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا. لكن أول حديث يجيبه لعمر بن الخطاب بيذكر اسمه شنو؟ كامل بيذكر مجموعة. طيب وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب. الباقين ذيل كلهم أجداد الرسول عليه الصلاة والسلام. ابن عدي ابن كعب
ابن لؤي غالب ده لأجداد الرسول عليه الصلاة والسلام برضو القرشي العدوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ودي ما دار شرح كثير علاقة الحديث بالباب إنما الأعمال بالنيات والإخلاص يكون بشنو؟ بالنية بالقلب تعمل عمل وتبتغي به وجه الله كذا الله بيقبل منك. وإنما لكل امرئ ما نوى. بعض العلماء قالوا من الفروقات ذكروا مجموعة من الفروقات بين الجملتين ديلا لكن باختصار برضو من الفروقات في بعضها ذكرناه في موضع آخر هنا أن العبارة الأولى تتكلم عن العمل باعتبار العمل في نفسه والعبارة الثانية تتكلم عن جزاء العامل. الأولى عن العمل إنما الأعمال بالنيات زول عمل لعمل صالح لو نية مخلص لي الله العمل ده مقبول طالما هو اتبع فيه والنبي عليه الصلاة والسلام عمل صالح وأخلص فيه لله العمل شنو مقبول. لو العمل ده تابع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لكن ما أخلص لي الله رأى وقصد الناس وأراد الدنيا إلى آخره ده عمله ماله حابط ما مقبول. إنما الأعمال بالنيات العمل ده عشان يكون عمل مقبول وصحيح لا بد فيه أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن تخلص فيه لله. طيب وإنما لكل امرئ ده الزول اللي بيعمل ذاته العامل وإنما لكل امرئ ما نوى بحسب ما نواه إن نوى خيرا جوزي بالخير خيرا وإن نوى شرا فإنه لا يعطى الخير على الشر. قال فمن كان بعد ذاك في تفصيلات ثانية فمن كانت هجرته أنا ماذا أطول كثير فمن كانت هجرته رسول عليه الصلاة والسلام أداك فائدة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى بعد ذلك تخلص لله. ضرب لك مثالا بالهجرة. الهجرة طبعا واجبة تهاجر من بلد الكفر لبلد الإسلام ما بجوز لمسلم يسافر بلد بتاعة كفر ما بجوز له إلا بشروط يكون في حاجة تخليه يمشي شنو هناك في ضرورة مريض والمرض ده مستعصي في البلد دي وذلك كسبب مشى لهون إلى آخره ولا علم معين ماشي له في بلده ماف محتاج للعلم ده والناس محتاجة له. المهم في ضرورة في شيء بيخليه يمشي في بلد الإسلام ماف. اثنين أن يكون معه الدين الذي يدفع به والدين هنا المقصود به العلم لأنه الدين بيجب العلم والعمل. أن يكون معه الدين الذي يدفع به الشبهات هناك بلد الكفر بيدوك شبهات عشان يدخلوك في الكفر أو شبهات يزلزلوا لك الإسلام اللي عندك الإسلام لا يتزلزل والله الحمد فيكون عندك علم تدفع به شنو الشبهات دي. ثلاثة أن يكون معه دين هنا الدين تقوى الله سبحانه وتعالى والخوف من الله الذي يدفع به الشهوات. بلد الكفر فيها شهوات ولا ما فيها؟ وفي بلد الإسلام لما نشاهدوا لبعض مقاطع الكفر بيلقوا فيها شهوات خليتها مش لون عديل واحد ذكر وما في داعي لكن في النهاية في لخبطة ثقيلة هناك ولا ما في لخبطة؟ لخبطة شديدة. طيب خالد دجا أظن في الأذان جاء ولا لسه؟ ها؟ جاء الأذان؟ أنا آسف. المسألة الرابعة في السفر إلى بلاد الكفار أن يكون قادرا على إقامة شرائع الإسلام الظاهرة لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. طيب فالزول لو هاجر ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فإنه يؤجر على ذلك. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هاجر لله سبحانه وتعالى، وهاجر متبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول هاجر ولا ما هاجر؟ هاجر من مكة إلى المدينة. ولو النبي عليه الصلاة والسلام كان حيا فإنه يهاجر إليه من أجل أن يتعلم منه وأن يستفيد منه صلى الله عليه وسلم. أما الآن فإنه يهاجر من أجل تعلم السنة إلى آخره. فهذا قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الله بديه أجر سبحانه وتعالى، دي فصلناه في موضع آخر. والله تعالى يقول ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يعني ما قال لك عنده 10 حسنات 15 20 ألف، لا، أجر على الله. ذول أجر على الله، ده بظن بالله الظن الحسن. طيب ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لدنيا يصيبها كالمال وإلى آخره، هاجر عشان المال. الزول بجوز له يسافر عشان يشتغل، بجوز له عشان الشغل بجوز له يسافر، لكن كونه هاجر من أجل المال، واحد هاجر من أجل الدين، في فرق بينات من أجل الدين يؤجر ومن أجل المال شنو ده بجوز له يسافر، لكن ما بنقول زي ذاك. أو امرأة ينكحها، ودي داخلة في الدنيا لكن برضو ذكرت هنا لأسباب أو لبعض الأسباب ذكرت في موضع آخر. زول سافر برضو عشان يتزوج، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، وهنا حقر الأخيرة دي حقر، فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب ابقى الحديث ذا علاقته بالباب واضحة، إنسان الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وضرب مثلا وإنما لكل امرئ ما نوى، ضرب مثلا بالهجرة، رجلان هاجرا أحدهما هاجر لله والثاني هاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فالأول يؤجر والثاني لا يؤجر كالأول، وكلاهما هاجرا لكن الذي فرق بينهما شنو؟ النية، واحد هاجر لله والثاني هاجر لدنيا. ودي علاقة الحديث بالباب، إنما الأعمال بالنيات. طيب رواه الحديث ذا إماما المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري، ده اسم البخاري، محمد ابن إسماعيل البخاري اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما. هم ما صحابة لكن هنا من باب الدعاء وليس من باب الخبر. الصحابة بتقول رضي الله عنهما خبرا أو إخبارا ودعاء، الله رضى عن الصحابة كلهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وآيات كثيرة. لكن الناس البعض الصحابة لما يقولوا فلان رضي الله عنه، هسه في بعض الكتب تلقى قال الشافعي رضي الله عنه، ده ما خبر إنه الله رضى عليه، ما أخبر، ده ما خبر، لم يخبر المتحدث، وإنما أو الكاتب وإنما دعا له، ده دعاء رضي الله عنه من باب الدعاء. هسه أنت بتقول فلان رحمه الله، هل التضمينت إنه الله رحمه؟ ما قصدك إنه الله خلاص رحمه رحمه، ما في طريقة، لا، لكن أنت بتدعو له بالرحمة، رحمه الله من باب الدعاء.
في صحيحيهما، صحيح البخاري ومسلم، اللذين هما أصح الكتب المصنفة، أصح الكتب المصنفة التي صنفها البشر البخاري ومسلم. وقال أصح، لو قال أصح الكتب كان بيكون كلامه شنو؟ خطأ، لأنه يعني أصح الكتب هو كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن قال المصنفة، المصنفة، ليبين أنه أراد بهذه الكتب كتب البشر التي صنفوها. أما أصح كتاب على الإطلاق هو كتاب الله سبحانه وتعالى. عشان كذا أي زول بيطعن في البخاري ولا مسلم ده جاهل بالدين، وداير يطعن في الدين سواء قصد أو لم يقصد، صرح أو لم يصرح. زول تقول له رواه البخاري، يقول لك عندنا فيه رأي. أيوة كويس. أها مسلم كيف؟ عندنا فيه رأي. أها سنن أبي داود والبخاري نحن تكلمنا فيه، سنن أبي داود. أها سنن الترمذي كيف؟ برضو. سنن ابن ماجه برضو. مسند الإمام أحمد برضو. يبقى السنة كلها كتب عنده فيه شنو؟ واحد ناقشناه وأنا وأخونا أحمد ده جزاه الله خير، ناقشناه قال القرآن ده أنا مؤمن به، متيقن إنه ده كلام الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال لكن السنة دي الأحاديث دي غايته أنا ما بقدر أقول الحديث ده، أي حديث ما بقدر أقول أنا مؤمن به يقينا ما فيه ظن ولا شك. قالوا لي المهم النقاش وكذي. قال لأن الكتب دي مرد على سنوات وده بزيد وده معنى الكلام وإن لم يصرح به. قام واحد فينا سأله جزاه الله خير، واحد فينا سأل الزول، قال ليه تسمع عمر بن الخطاب مؤمن إنه في صحابي كان اسمه عمر بن الخطاب ولا شاك في الموضوع ده؟ والله يا عمر بن الخطاب. قال له هاي أنا عارف في واحد اسمه عمر بن الخطاب. لا عندك فيه شك إنه يمكن يكون فيه ولا ما فيه ولا موقن تماما؟ قال موقن تماما. وينجيب آية فيها عمر بن الخطاب؟ عمر بن الخطاب ما عرفوه بالسنة ذاته. يا عمر أتدري من السائل ده؟ أنت ما عرفته بالكتب ذاته. لا بس الموضوع ده وكتاني أحمد ده وحاجات ما بدأ نقوله فيها مشاكل تاني برضو فيه حاجات. لا قال لي وها مبطلات الوضوء خروج الريح كيف؟ قال لي في القرآن ما بيبطل الوضوء. يا قال لي تتوضى وتمشي ساي كان خرج ريح وإيش هاي؟ قال لي تمشي على الجامع إيش خرج ريح أي شيء. والله ده معنى كلام. يعني تخيل زول يتوضى وجاي الجامع، ناس عندها فهم مغلوط وإلى الله المشتكى. السنة دي زي ما الله حفظ القرآن حفظ السنة، لأنه الدين ما بيكتمل إلا بالسنة. بل الألباني قال قول بعض الناس يرجع إلى كتاب الله، فإن لم يوجد في كتاب الله معنى الآية يرجع إلى سنة رسول الله، قال ده غلط. قال وإنما يقال يرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله، يجيبون سوا. لأن الله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى منه؟ إلى الله. ما قال إلى الله ثم إلى الرسول، قال إلى الله. قال فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال في أشياء في القرآن حرمت عليكم الميتة والجراد ميتة، ما بتقول نفتش القرآن كان ما لقينا آية تفسر الآية دي نرجع للسنة، قال ده غلط. وإنما القرآن والسنة جميعا. الله قال واذكرنا، الله سبحانه وتعالى قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن، والحكمة شنو؟ السنة. والقرآن والسنة، يتلى القرآن في بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة تتلى أيضا بعضها في بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فده الحديث الأول من الأحاديث دي في الإخلاص. ف
فالناس إن شاء الله تستفيد من هذه الكلمات التي قيلت، وإن شاء الله إذا مد الله في الآجال نواصل في هذا الكتاب. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ من واصينا جميعا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عنه.